بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفي إطار خطة تطوير المراكز الطبية والمستشفيات، عقد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي مؤتمرا صحفيا تناول فيه أحدث ما تم الموافقة عليه مع مجلس الوزراء والانتهاء من تدشين عدد من المشروعات أهمها تطوير وحدات الرعاية الصحية وإقرار لائحة المستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى ميكنة مكاتب الصحة وسجل الأدوية والمعامل المركزية وشهادات المواليد والوفيات بالتعاون مع وزارة التخطيط. 4571 مكتب صحة تم ميكنتهم بحيث يتم تسجيل المواليد لحظيا والوفيات لحظيا، وعند هذا التسجيل في نفس اللحظة يتم التواصل ما بين من خلال شبكة مميكنة ما بين وزارة الصحة وزارة التخطيط والأحوال المدنية والتعبئة والإحصاء. وزير الصحة أكد في المؤتمر على موافقة مجلس الوزراء على تحويل 48 مستشفى تكاملي صغير إلى مستشفيات تخصصية للنساء والأطفال في 9 محافظات من محافظات صعيد مصر، سيتم تمويلها بنحو 42 مليون دولار من قرض البنك الدولي المقدر ب 75 مليون دولار، مشيرا إلى أن المستشفيات ستكون ضمن منظومة التأمين الصحي ولا نية لرفع أسعار الخدمات الطبية مثل ما أثير مؤخرا. 48 مستشفى مستشفيات التكامل الدول يتحولوا إلى مراكز للأمومة والطفولة، بمعنى أصح مستشفيات تخصصية للأطفال والنساء والولادة، موزعين في 9 محافظات في الصعيد بواقع 4 إلى 5 مستشفى في كل محافظة، بيتم تمويلهم من قرض البنك الدولي اللي هو 75 مليون دولار ب 42 مليون دولار من هذا القرض. في مصر نحو 514 مستشفى تكاملي تم إنشاؤها بقرار عام 1997 بهدف نشر الخدمات الصحية في القرى والريف، لكن ظلت مهملة طيلة 18 عاما بسبب نقص التجهيزات، فتحول 92 مستشفى منها إلى وحدات صحية وثمانية مستشفيات حصلت على قرارات إزالة وتحويل 24 مستشفى إلى التأمين الصحي. وقامت الحكومة خلال العام الماضي باستغلال 96 مستشفى تكاملي بهدف رفع كفاءة الرعاية الصحية للمواطنين. محمد رياض، الحاليوم.